خارجية روسيا والكويت من موسكو. حل هذه القضية بطرق سلمية دبلوماسية وسياسية بدون استخدام القوة والضربات ضد الأراضي الجمهورية اليمنية، ومن الممكن التسوية النهائية لهذه المشكلة فقط عن طريق الحوار الوطني الشامل بمشاركة من جميع الأطراف الأممية وتحت الرعاية الأممية. وما يخص الأوضاع في سوريا، نحن أيدنا العملية تضبيط العلاقات بين سوريا وجامعة الدول العربية، وتم تعاودة سوريا كعضو الكامل العضوية إلى جامعة الدول العربية. وفي هذه المرحلة نحن نؤيد الموقف العربي العام الرومي، ويخص بتقديم الدعم لحكومة سورية لحل المشاكل الإنسانية الحادة المسببة من العقوبات الأحادية الجانب مفروضة من قبل الحرب. وأبلغني زملاؤنا من الكويت أن تطوير الأحداث في مجلس التعاون الخليجي بما فيها عن الاتصالات التي تقوم بها الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية، ونحن نرحب بهذه الاتصالات، وإن جميع هذه الدول مشاطئة على الخليج، ومما يتطلب تنمية التعاون وتقوية الشراكة وتنمية المشاريع لمنفعة مشتركة. ونحن نرحب مثل هذه النزعات والاتجاهات، وجاهزين أن تقديم كل الدعم السياسي والمشاركة في المشاريع الاقتصادية واللوجستية في هذه المنطقة. وفي مجلس التعاون الخليجي الكويت سوف ترأس المجلس في العام القادم، واحدا بالاعتبار الآلية التعاون الاستراتيجي على مستوى الوزاري بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي الذي عقد اجتماع دوري في الرياض قبل الشهر. وفي العام القادم روسيا سوف تستضيف الاجتماع لهذا الحوار الاستراتيجي، ونحن سويا روسيا والكويت كالرئيس في المجلس سوف نستعيد ونحضر هذا الاجتماع الوزاري. ونحن تحدين أصدقائنا الكويتيين أن المواطن الكويتي تم تعيينه وانتخابه كأمين عام لحوار للتعاون في آسيا، وإن هذا التجمع مهم جدا، ونحن نقدم كل الدعم اللازم للأمين العام لهذا التجمع. تبادلنا الآراء فيما يخص العودة في أوكرانيا، نحن شاكرين وممنونين لأصدقاء الكويتيين على الموقف المتوازن والمتزن في هذه المسألة، ونحن أعطينا تقييمنا للوضع الحالي في أوكرانيا وعلى خط الالتماس والإجراءات للعملية العسكرية الخاصة والأفكار التي يجري مناقشاتها لإيجاد الحل السلمي للأزمة. هناك كثير من الأفكار، ليس الجميع مسببة بالرغبة الصريخة للوصول إلى السلام، وهناك المحاولات لجر بعض الأطراف إلى الاشتباك المباشر مع روسيا، وقد ذكر هذا الموضوع الرئيس بوتين خلال قمة البريكس في كازان. نحن نرى طرق الانتهاء للأزمة فقط على أساس المبادئ التي أعلن عنها الرئيس بوتين خلال كلمته أمام وزارة الخارجية الروسية في 14 من يونيو، وإنها المبنية على ضرورة الاحترام الشعاب وحقوق الشعاب الساكن على أراضي الأوكرانية وناطق باللغة الروسية، وأيد العودة
وللمبادئ عدم منح الانتكاسات للأفكار التحالفية. ولابد أن تكون أوكرانيا دولة حيادية وتأكيد عدم مشاركة في حلف الناتو، ولابد من اجتثاث الجذور النازية والنيونازية في أوكرانيا التي تنتشر تحت ريع النظام في كييف معادل لروسيا. وكذلك جذبنا الاهتمام لأصدقائنا الكويتيين أن تم تكريس للطرف الأوكراني جزء من البيان الختامي للاجتماع الوزاري للاجتماع القمة، ولابد من تسوية الجميع الأزمة الأوكرانية على أساس الارتباط للجميع المبادئ. وهذا المهم جدا، لأن زملائنا في الغرب يقولون أن لابد من حل الأزمة الأوكرانية على أساس الميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على سلامة الأراضي الأوكرانية، وأن الميثاق الأممي أوسع بكثير من ضمانات سلامة الأراضي. وقد أكد قبل الفترة أن لابد من احترام سلامة الأراضي للجميع الحكومات التي تمثل الجميع القوميات والشعب كله الساكن على أراضي دولة ما. وبعد ما تمت التسمية الناس الساكنين في دونباس وفي القرم بالإرهابيين وشنوا الحرب ضدهم، هل ممكن القول مع النظام في كييف بعد كل هذه الأحداث تمثل الشعب الساكن في دونباس وفي لوغانسك وفي شبه جزيرة القرم وفي منطقة الحرسون وزابوروجيا؟ بالتأكيد لا. ولابد من الاستخدام والاحترام الكامل لمبادئ الميثاق الأمم المتحدة، لأن المكتوب في المادة الأولى للميثاق أن لابد من الاحترام الحقوق الإنسان الرغم من لغته من عرقه من دينه، وإن احتراق الصافر للحقوق الشعب الساكن في شرق أوكرانيا واضح للجميع، وأن الغرب دائما يسكت ويصمت من العالم ويحد طرف بسبب السلوكيات وكلائها في كييف. تقول يقول الاتحاد الأوروبي أن لابد من تقديم الدعم حتى النهاية لأوكرانيا، لأن أوكرانيا تقاتل على القيم الأوروبية، وإذا هذه القيم تنص على القضاء على المساواة والقضاء على الحقوقيات اللغوية والدينية، إن هذا الاعتراف بالذنب من قبل الدول الأوروبية. وفي الختام أنا أريد أن أعبر عن خالص الشكر لزميلي وصديقي الكويتي وعلى تبادل الآراء البناء، وأنقل الكلمة له. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد جدا بوجودي اليوم هنا في العاصمة الجميلة موسكو بدعوة كريمة من معالي الصديق العزيز سيرجي لافروف، وإتاحة الفرصة لي لدعم العلاقات الاستثنائية والتاريخية الممتدة بين الكويت وبين روسيا الاتحادية منذ عام 1963. فركزنا اليوم في مباحثاتنا للعلاقة الكويتية الروسية، علاقتنا في مجالات عدة، ركزنا في مواضيع يمكن خاصة في الأمن الغذائي، التعاون العسكري، التعليمي والثقافي أيضا مثل ما أشار معالي في كلمته. أطلعت معالي الصديق لافروف على كل الملفات اللي متعلقة في الكويت مع القضايا مع العراق وتطور الإيجابي مع جمهورية إيران في لقاءاتنا الثنائية الخليجية. بينت له كل
النقاط اللي قد تكون قريبة جدا محل النقاش من الجانب، وطلبنا دعم أخواننا في موسكو. القضايا الرئيسية بين الكويت وبين العراق هي ثلاث ملفات: ملفات الحدود، وملف إعادة الأسرى، والأرشيف الوطني، واستكمال بعثة الأمم المتحدة اليونامي اللي تنتهي أعمالها في نهاية عام 2025، وإيجاد بديل لهذه البعثة لاستكمال هذه الملفات العالقة إن كانت عالقة في ذاك التاريخ، ونتمنى انتهائها قبل نهاية أعمال بعثة يونامي. في هذا المقام استذكرنا جهود السفير الراحل يوري فورنسوف الذي كان يشغل منصب المنسق الدولي الرفيع المستوى لشؤون الأسرى والممتلكات، والشكر والامتنان لسعادة الصديق غنادي تتاراسوف الذي شغل المنصب نفسه لدورهم البناء ولجهودهم الملموسة على مدار السنوات في هذا الملف الإنساني. كان لهم دور في عودة بعض الأرشيف واستعادة جزء من الرفات، وحنا بانتظار استكمال هذا الملف. استعرضنا مع الصديق لافروف كل القضايا ما أثيرت في الفترة السابقة، وآخرها كانت القمة الخليجية الأوروبية، ركزت على قضية الشرق الأوسط. مطالبنا حنا كخليجيين للجانب الأوروبي للمشي قدما في خط متوازي في الاعتراف في الدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت بقبول حل الدولتين. ويسبق ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعوة دخول المؤسسات والوكالات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. تحدثنا أيضا على تطورات في لبنان. اليوم تلقينا اتصال من الحكومة اللبنانية، بدأنا بالجسر الجوي أو راح يكون الجسر البحري لمساعدة أخواننا وشقائنا في لبنان، وحنا على تم الاستعداد لاستكمال هذه النقاط. أنا لا أحب أن أطيل، وأؤكد ما جاء في كلمة صديقي لافروف في كل النقاط اللي أشار لها، ومرة أخرى شكرا على حسن الضيافة الكريمة، وأمل أن نراكم إن شاء الله في الكويت في القريب العاجل. Пожалуйста, переходим к вопросам. Информагентство Куна. دعاء شعبان مراسلة وكالة الأنباء الكويتية كونا. أولا أهلا بكم معالي وزير خارجية دولة الكويت السيد عبد الله علي اليحيى في موسكو. ثانيا سؤالي موجه إلى معاليكم. كما نعلم أن دولة الكويت لها تاريخ عريق دبلوماسيا، وهي أول دولة خليجية أقامت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. سؤالي لمعاليكم، ما هو تقييمكم لتطور هذه العلاقات بين الشعبين روسيا والكويت بعد مرور 61 عاما على وجود هذه العلاقات؟ وشكرا. يعني مثل ما بينت في بداية كلامي، علاقاتنا مميزة، علاقاتنا ممتدة من سنة 1963. احنا يمكن تناقشنا وحنا غير راضين على هذه العلاقة، نسعى لتطويرها من جميع الجوانب، بدءا من التبادل التجاري. قد يصل اليوم 1,600,000,000 دولار، لكن هذا بوجود البوتنشل الكبير والمهم في روسيا الاتحادية. عندنا الفرق الفنية، الهيئة العامة للاستثمار، الشركات الخاصة، ومن آخرها كانت زيارة العضو المنتدب بشركة المطاحن الكويتية في فتح آفاق جديدة خصوصا في مجال الأمن الغذائي، لدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة لهذا السكتر اللي احنا قاعدين نركز عليه. التعاون العسكري مستمر، التعاون التعليمي إن شاء الله يعني هو غير كافي، أعداد الطلبة الموجودين في موسكو ما يتجاوز 8، لكن احنا سنسعى لرفع هذا العدد. التعليم المتبادل بين المعاهد الدبلوماسية الكويتية الروسية إن شاء الله قاعدين نضع تصور اليوم لتبادل الدبلوماسيين
الطرفين بتدريب مشترك كويتي روسي، وأنا متأكد هذه العمليات راح تجرب بين المجتمع الكويتي والمجتمع الروسي، وهي أساسا نقل الثقافة الكويتية إلى روسيا ونقل الثقافة الروسية إلى الكويت. حنا حريصين لفتح آفاق جديدة، مثل ما أشار أخوي معالي الوزير أن حل موضوع الفيزا هذا راح إن شاء الله على القريب العاجل أن تمنح التأشيرة بالطريقة المناسبة للطرفين، أما عن طريق الفيزا الذكية عن طريق التليفون، وهذه راح تكون إن شاء الله يعني محل نقاش فور عودتي للكويت. عدا ذلك أنا يعني نظرتي إيجابية للجمهورية الروسية أو بالأخص روسيا الاتحادية، ومتأكد أن راح نستفيد من العلاقة الكويتية الروسية. أعمل ذلك. شكرا. تلقناه شارك نيوز. نهاركم سعيد. وزيري الخارجية، عندي سؤال أول لوزير لافروف. نسمع دعوات من فرنسا والدول الأوروبية أخرى لإرسال القوات العسكرية إلى أوكرانيا ردا على انتشار حسب الشائعات للقوات الكورية الشمالية لتقديم الدعم للجيش الروسي. ما سوف يكون رد الفعل لروسيا إذا حدث ذلك؟ هذا قد حدث، ورئيس بوتين قد أعلن مرارا ولعت المعطيات الاستخباراتية أن هناك الوجود للمرتزقة، وليس المرتزقة بس المقاتلين والعسكريين والمتطوعين من الجيوش الغربية والمتدربين. يعني مستحيل استخدام الأسلحة غربية، المدفعيات مثلا أنظمة المدفعيات بعيدة المدى، بدون التشاور وبدون الاستخدام البيانات الاستخبارات الفضاء وبدون الخبراء للبرمجة المهام الضربات الغربيين. ولهذا السبب الغربيين العسكريين الغربيين موجودين في أوكرانيا، وإن جزء من الحرب الهجينة للاتحاد الأوروبي ضد بلدنا. ما يخص علاقاتنا مع علاقاتنا مع الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية، نحن يعني قلنا مرارا أن هذه المعاهدة مفتوحة وليس هناك أي سير ولا تخارق ولا تخترق أي القوانين الدولية، وتنص على فرصة تقديم المساعدة لأي من الطرفين في حالة الهجوم العسكري. يعني موقفنا الصريح في هذا الشأن. أما ما يخص الهرب فتصريحاتها يعني عبارة عن محاولة بالتبرير ما يحدث من زمان. شكرا لكم. والسؤال الثاني، معالي الوزير، هناك حديث عن قمة عربية إسلامية مرتقبة في السعودية بداية شهر نوفمبر التي ستناقش الأوضاع في قطاع غزة وفي لبنان. ما المنتظر من هذه القمة وماذا ستضيف على الجهود العربية في هذا الإطار؟ شكرا. شكرا. أنا أتصور هذه القمة ضرورية جدا، وهي استكمال الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان. أنا أتصور هذه الفرصة لاستكمال المجموعة العربية مع المجموعة الإسلامية لتشكيل ضغط عالي لكل الأطراف في لإيقاف هذه الحرب العبثية. حنا نبارك هذه الدعوة، وإن شاء الله راح نكون حنا مشاركين فيها، ومتوقع يعني الحديث عنها ما بعد وقف إطلاق النار وما بعد الحرب نفسها. فالأيام إن شاء الله راح تبين هذه النقاط اللي كانت تكلم عنها. وكالة التاس، سؤال لوزير لافروف. أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا وتفوز فيها الحزب الحاكم الحلم الجورجي.
إذا يعتبر ممثلو السلطات في جورجيا ممكن زيارة موسكو، هل روسيا جاهزة للتكلم معهم؟ ليس عند روسيا حاليا العلاقات الدبلوماسية مع جورجيا، لأن السلطات السابقة والقيادة السابقة في جورجيا قطعت علاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولكن عندنا ممثليات الموجودة لروسيا في جورجيا ولجورجيا في روسيا عبارة عن قطاع أو القسم عند السفارات السويسرة في البلدين. وإن نحن نستلم التقارير عن تنمية الأحداث وإنها تساعد في تنمية العلاقات بما فيها العلاقات الاقتصادية التي تشاهد وتشهد حاليا نموا، وهناك زيادة التدفق السياحي. وإذا كان هناك أي اقتراحات إضافية من قبل جوارنا في جورجيا، نحن بالتأكيد ننظر فيها وندرسها. والسؤال الأخير من روسيا اليوم، السؤال الأول، اسمح لي لوزير لافروف فيما يخص الشرق الأوسط، كيف موسكو تقيم الأوضاع في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران؟ وهل استطاعت المنطقة تجنب السيناريو أسوأ، أم هذه الضربات عبارة عن موجة جديدة للتصعيد؟ والسؤال الثاني أرد عليه لو سمحتم، في المرحلة الحالية استطعنا التجنب حتى هذه اللحظة، لأن هناك لا يزال الفرص القائمة للتصعيد اللاحق، كما هو الأمر في أوكرانيا مثلا، لأن هناك من يرغب اشتعال الحريق بقوة عالية، وهناك محاولات لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في الشرق الأوسط. ونحن نعمل أن الاتصالات، نحن نعمل كل ما بوسعنا للمساعدة لوقف التصعيد وخفض التوتر. وبلا شك الضربات الإسرائيلية ضد إيران التي تقدمها حكومة والقيادة الإسرائيلية كرد الفعل وكرد، ونحن كاني ليس هناك أي ضرورة لأي ردود فعل أخرى، ولكن الوضع صعب صراحة. ونحن نعمل في أن مجلس الأمن الأممي قد يساعد في تهدية الأمور، وباقتراح من قبل الجزائر والصين والروسيا اليوم في المساء سوف يعقد اجتماع للمجلس الأمن بطلب من إيران للنظر في ما حدث. وأنا أعمل أن بعد الانتهاء من هذا الاجتماع سوف يتضح الأمور، ولكن علينا أن نستمر بذل الجهود للوصول لوقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، ولابد من وصول إلى الاتفاقيات حول كيفية بسط الاستقرار، طويلة الأمد، وحل المشاكل الإنسانية التي تزيد حداتها، وهناك موجات من اللاجئين، ولابد من عودتهم إلى وطنهم. وبلا شك كما قلت في كلماتي، إن المهمة الإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية ملحة جدا. والسؤال الثاني لمعالي الوزير، بعد مشاوراتكم في روسيا اليوم حول أزمات المنطقة، ما هي الأولويات التي تضعونها لوقف شلال الدم، وما هي الأسس الكبرى لديكم للتوصل إلى حل شامل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة؟ شكرا. أنا يعني من بدأت الحرب أو بدأت الأحداث بعد 7 أكتوبر وبدأت الحرب على غزة، والوصل اليوم أكثر من 42,000، أكثر من 150,000 جريح، غير الأرقام اللي هي في تزايد في موضوع التهجير عن مواقعهم. دولة الكويت شاركت في كل محفل،
في كل مناسبة وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة حل الدولتين، ضرورة الاعتراف في فلسطين، ضرورة حق المصير للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عانى يعني إذا قلنا رسميا من أكثر من 70 سنة من هذا الغم. أنا غير مؤيد ما حصل في 7 أكتوبر، لكن متوقع في ظل وجود ضغط عالي على هذا الشعب. عاش وتربى وكبر وأصبح لجيل ثالث وهو تحت الاحتلال، فنتمنى يعني الجلوس على طاولة واحدة، نتمنى حل هذه المشاكل إلى الأبد، نتمنى الاعتراف في فلسطين واعتراف فيها أولا من جميع الدول وحل الدولتين. أنا أتصور هذا الحل الوحيد اللي قد يوقف حمام الدم. ضرورة وقف إطلاق النار فوري، هذا من المؤكد. نحن قاعدين نتواصل ويا أصدقائنا وأشقائنا للضغط على هذا المجال، لكن إن شاء الله يعني نتمنى ذلك في بالقريب العاجل.